السلام عليكم، معاكم قناة عبد محمد. النهارده هنتكلم عن غسالة الأطباق لبعض المشاكل اللي بتحصل فيها، وهي في مشكلة كبيرة بس بتحصل فيها اللي هي الرغوة كتير في الآخر في مرحلة الشطف. الرغوة دي بتأثر على المواعين والكرسيات والأزايز، قلنا بتبقى عليها وبتعمل بقع وبتعمل، فاحنا الرغوة دي أساسها أهيت دي كمية رغوة عالية في الغسالة دي كتير جدا كده. دي بتبقى سببها الزيت، فالزيت يا نوعه وحش يا اما عامل حضرتك الدرجه عاليه. يعني ايه الدرجه عاليه؟ يعني انت عاملها هنا معموله على 3، احنا خليها على 2 او 1، نقلل كميه درجات الزيت او نقط الزيت اللي بتنزل في جوه الغساله، عشان هي دي اللي بتاثر معانا وبتعمل الرغوه كتير قوي كده. يا اما مسحوقك وحش يكون في الرغوه دي في الاول خالص، يا اما الزيت نوع وحش وده بيعمل رغوه في مراحل الشطف، عشان الزيت بيخش في مرحله الشطف. فاحنا بنعمل ايه؟ اول حاجه بنعملها بنشوف نوع الزيت ونوع المسحوق، وانا بنصح شويه بفينش، وبعض الناس بتجرب انواع تانية بتقول عليها كويسه، خلاص ما دام ما بتعملش رغوه ما بتعملش تاثير على الغساله خلاص تستخدمها عادي خلاص. وتاني حاجه نعملها بنقلل درجه الزيت، النقط اللي بتنزل الزيت اللي بتنزل على في الغسالة في مرحلة الشطف، وبنقفلها تاني، وبنعمل دورة خل في الحالة زي كده عشان تنطر معانا كمية الرغوة دي كلها، خلاص نطلعها ما تبقاش جوه الغسالة. خلاص تم عملية دورة الخل وتنظيف الحالة من جوه. هنبدأ نفك الفلتر، نفتح الغسالة والشبكة، نبدأ نجيبهم في رواسب زي كده ننضفها كويس، ونحط الجدار على المية، وأي فرشة سنان قديمة كل الدهون اللي هنا تبدأ تنضف فيها. وبالذات الشبكة ديت، الشبكة دي بعض الغسالات عدم تنظيفها بيخليك الماتور ما يبوظ، ويخلي الغسالة ما تسخنش، لأن تعتمد على مستوى المية. الغسالة في السخان على مستوى المية، في مستوى المية ما تكون مخنوق من الفلتر دوت ما يحسش الميزان دي فما تسخنش معاك. تنضف الفلتر ده كويس، في بعض أنواع الغسالات في زانوسي تنضف الفلتر ده كويس لو عندك الغساله الاول ما بتسخنش، اول حاجه تجربيها انك تنضف الفلتر ده. من جوه وبره كده طلع منها الدهون، وخلي الشبكه كلها نظيفه وسالكه. يعني انت تهتموا بنظافة الفلاتر في الغسالات، تهتموا بدورة الخل، تفرق معاكم في النظافة كتير، وتفرق معاكم في الحفظ على الغسالة ما يحصلش ليها أي أعطال سهلة ممكن نعالجها بنظافة الفلاتر بتاعتها. نبدأ نركبه تاني. لازم في تكة كده بتعملها المصفى ديت، في تكة كده اتقفلت كويس. خلاص كده تبدأي تشتغلي دورة الغسالة بتاعتك أو الغسالة بتاعتك زي ما أنت عايزة. في أي مشكلة عندك في غسالاتك تعملي تعليق على قناة عبد الحماد، وإن شاء الله احنا نرد عليها ونعمل لكم فيديو بيها.